استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. حضرتك. انا بتكلم بالنسبه لاهل صفات اهل النار. انا بصراحه يعني كنت برتكب معاصي كتير، وكنت ما كنت الاول لاجل لربنا، بعد كده يعني ايه راحت المعاصي وغرقت فيها، ويعني حصل لي حاجات كتير قوي من ورا اللي انا عملته، وحاجات فوق ما تتوقع يعني. ماشي. كل ما اتجه لله، كل ما اجي اصلي احس كده ان في حاجه بتبعدني. ماشي. كل ما اجي التزم احس ان ربنا مش متقبل مني الالتزام، مش متقبل مني الصلاه. هل في توبه؟ وازاي ان انا ربنا يتقبل مني التوبه بعد اللي انا عملته؟ انا حاليا مريض والدنيا يا كلها محمد، جايه انت عليا. اشركت بالله؟ لا، الحمد لله. كفرت بالله؟ لا الحمد لله. يلا جري على الحمام، اغتسل غسل الجنابة، الحمد وصلي لله. ركعتين لله، وتوب إلى الله توبة نصوحة، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. كل اللي فات، ربنا يتجاوز عنه. التوبة تجب ما كان قبلها. خد بالك، اسمع بشرة ربنا ليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما على ذنبك ومهما عظم جرمك، اسمع ربنا قال على صفات المتقين اللي من أوصافهم هيخش الجنة، اللي عرضها السماوات والأرض، أوصافهم إيه ومن أوصافهم إيه؟ يا ترى اللي صلوا كتير ولا اللي صاموا كتير؟ لا، اسمع البشارة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاعلم أنه لا كبيرة إن واجهك فضل الرحمن وإحسانه. ربنا يا رب يعني يتقبل توبته بإذن